عاد معها. أعرف أن هذه الفاتحة لن تروق لكثيرين، لكثيرين ممن شقيت بهم الأمة، وكم وكم ستشقى بهم في قابل أيامها، من الذين لا يعرفون إلا التطرف، أما الاعتدال فهم لا يألفونه ولا يألفهم، لا يألفونه ولا يألفهم. كيف؟ إذا خالفوا أحد العلماء أو المفكرين، ولنضرب مثلا بعلامتنا الشهيد رضوان الله عليه في موقف سياسي، ولنا أن نخالفه ولهم أن يخالفوا، ولنا أن نخطئه ولهم أن يخطئوه، لأنه ليس معصوما وليس نبيا، والزاوية التي يرى منها الأمور بالضرورة ليست هي الزاوية التي نراها أي الأمور نحن منها من خلالها، لكن هم لا يقفون عند هذا الحد، لا بد أن ينجر الأمر إلى التكفير والتخوين وينتهي بالقتل، لا يشفي غيظهم إلا القتل. يا لله للمسلمين، يا لله لهذه الأمة، يا لله لدين محمد. كم ينطوي هؤلاء على حقد أيها الإخوة، وعلى بغضاء، وعلى كراهية لا تعرف حدوداً. ألا يتساءل هؤلاء أي دين هذا الذي لا يعيش إلا بالحقد، وإلا بالقتل، وإلا بالتكفير، وإلا بسفك الدماء؟ ما الفرق بينهم وبين بشار الذي يقتل شعبه؟ هو يقتل وهم يقتلون، هو مستعد أن يقتل إلى غير نهاية، وهم فيما يبدو أيضاً مستعدون أن يقتلوا إلى غير نهاية، بدليل أنهم يستبيحون دماء العلماء أيها الإخوة، العلماء وطلاب العلم، وأين يا للهول في بيت الله تبارك وتعالى؟ أين العصمة؟ أين الضمان؟ ما من عصمة، ما من ضمان أيها الإخوة، حتى بيوت الله لم يبقى لها أدنى حرمة. بشار دمرها، دمر بيوت الله، قصفها أيها الإخوة، ورأينا هذا غير مرة. وهؤلاء فجروها أيضا، فجروها من الداخل. أين الإسلام؟ أين الشرف؟ أين الإنسانية أيها الإخوة؟ كما قلت، هؤلاء لا يعرفون التوسط، لا يعرفون الاتزان، لا يعرفون الإنصاف، لأنهم لا يعرفون الله حق معرفته. لا إله إلا هو. الله تبارك وتعالى ندبنا، بل أمرنا أن نقول بالحق وأن نعطي، أن نصف من أنفسنا ولو لأعدائنا، ولو في ساح الوغى، ولو في الحرب،